كل ما راهو تنزروا عنه تزيد اضطراب واقف يعني انه فما اماكن باش يكون فيه الماء حسب موقع الاماكن اللي نعرفوا ان الاماكن المرتفعه بالنسبه للخزانات هما هذوك اللي الاولين يقطعوا الماء الاماكن المخفضه باش يكون عندهم الماء يضعف الضغط ويمكن ان يقطع الماء ولو كان جابش يقطع الناس كل في نفس الوقت انه قلنا ارتفاعته فوق وبالتالي راهو عنده الماء اليوم راهو ينجم يقطع عليه في الليل ينجم يقطع عليه في الظهر باعتباره ان احنا في البلاد كنا نرى الاشغال تنتهي يوم الخميس مساء بالنسبه لكل المعتمدين المذكوره في البلاد ان شاء الله خلال الليله الفاصله بين الخميس والجمعه